We are pleased to welcome you all to the World Literary Function of World Arabic Language Day celebration. To begin the program, I would like to invite Hafiz Abdul Wajid, first Fiji Arabic, to recite some verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.